للحديث عن الأزمة السياسية في السودان وتظاهرات الجارية لتسليم السلطة للقوى المدنية وسط تعاقد رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بالحرص على العمل مع القوى السياسية للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، معنا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد شناوي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. يعني التظاهرات في السودان يعني تطورت إلى إغلاق جسور وإغلاق طرق رئيسة وتؤكد على مطالبها من الحكومة السودانية وتسليم السلطة للمدنيين، كيف تقرأ ما يجري؟ أهلاً مرحباً، شكراً لمشاهدي قناة الرافدين. طبعاً بالفعل ما يحدث في السودان هو يعني شأن مؤسف جداً، وتحديداً في الشق السياسي، خاصة وأن هناك تصعيد من الجانبين. وفي هذه الأيام نشهد أن هناك تطورات كبيرة قد طرأت على المشهد السياسي بإيقاف أو باعتصام مؤيدي قوى الحرية والتغيير لحل الحكومة. هم يطالبون بحل الحكومة وتوسيع، جزء منهم يطالب بتوسيع القاعدة للمشاركة في الحكومة الانتقالية. اليوم صباح اليوم كانت هناك يعني بعض المظاهر، حيث تم إغلاق الطرق الرئيسية شارع النيل وكوبري المكنمير الرابط بين الخرطوم والخرطوم بحري، لكن سرعان ما تم فض هذه المجموعة التي قامت بوضع المتاريس أمام الشوارع الرئيسية. ما يحدث الآن في السودان هو ما لم يكن هناك يعني حوار بين الجانبين، لن يحل في القريب العاقل القريب العاجل، خاصة وأن الآن هنا الجانبان متمسكان بمواقفهما. طيب، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تلبي تعهدات رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان تطلعات المتظاهرين؟ أنا في تقديري أن المشهد في السودان كما ذكرت لك معقد، هناك معسكرين، معسكر الآن يقيف أمام القصر الجمهوري وآخر هو في الحكومة الحالية، وبالتالي لكل لهما قواعد، لكن في تقديري أن القاعدة الكبيرة هي للحكومة الانتقالية للحاضنة السياسية لهذه الحكومة. أما المعسكر الآخر كما يتحدث بعض من الشهود أنه هو معسكر مصنوع، خاصة وأن هناك يعني ملاحظة واسعة لوجود هناك عدد كبير من الإدارات الأهلية في هذا الاحتضان. حتى الآن يعني المشهد كما ذكرت لك معقد، الكرة الآن هي في ملعب الشارع، الشارع هو له يعني هو من يقرر من يفوز في هذه يعني الاعتصامات او المظاهرات او الاحتجاجات بين كل الجانبين. استاذ محمد، لماذا يصر البرهان على موقفه المؤكد بان نجاح الفترة الانتقالية يكون بالفعل بحماية الوثيقة الدستورية؟ اليس من الاجدى يعني انهاء الاستقطاب السياسي اذا كان العسكر لا ينوون بالفعل السيطرة على الحكم؟ بالتاكيد من الاجدى الاهتمام او تنفيذ الوثيقة الدستورية، خاصة وانها بينت كيف يحكم السودان وبنودها حتى الآن يعني واسعة وموضحة بكل التفاصيل. لكن في تقديري أن الحكومة الحالية أو الحاضنة للحكومة الحالية هي قد ارتكبت أخطاء كبيرة، وهي يعني منذ عامان وحتى الآن لم يتم إنشاء هياكل السلطة القضائية والمجلس التشريعي. حال إذا أبتكر إذا كان هناك يعني إذا تم إنشاء هذه المجلس التشريعي والسلطة القضائية لن يصل الحال إلى هذا المنحنى الخطير، خاصة وكما تعلمون أن الأوضاع الاقتصادية سيئة جدا جدا في السودان، هناك غلاء طاحن بسبب إغلاق منطقة شرق السودان. ماذا عن المقترحات التي قدمها المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان؟ إلى أي مدى ترى أنها كافية لنزع فتيل الأزمة؟
واشنطن هي تدعم التحول الديمقراطي، وحتى الآن يعني اليوم التقى بنائب رئيس مجلس السيادة والرئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، وسمعنا أنه عندما التقى رئيس مجلس السيادة قد قدم مقترحات لكن لم يتم الرد عليها، ولم يتم الكشف عن المقترحات التي قدمت من الجانب الأمريكي، وخاصة وأن الأمريكان أو واشنطن هي تدعم التحول الديمقراطي، وفي تقديري أن المقترحات قد تصب في صالح المكون المدني. كما علمنا أن المكون العسكري سيرد على هذه المقترحات خلال الساعات القادمة، ونتوقع أن يتم اجتماع بين رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي في الساعات القادمة، وذلك للتفاكر حول هذه الوثيقة وللنقاش في عدد من القضايا، خاصة وأن هناك عدد من القضايا العالقة، وكما ذكرت لك أن شرق السودان الآن مغلق تماما نعم. طيب بسبب أستاذ أيضا محمد، يعني يعني أمام اعتراض أحد المكونات التي تقطن في منطقة شرق السودان. يعني ونحن أمام هذه التطورات، يعني ماذا تبقى برأيك من عمر حكومة حمدوك؟ ما من عمر حكومة حمدوك؟ ما الضمانات اليوم لإجراء الانتقال السياسي في السودان والخروج من الأزمة الحاصلة؟ لا أعتقد أن هناك يعني مخرج سوى تنفيذ الوثيقة الدستورية. حال اتخاذ أي إجراء أحادي من أي من الجانبين ستزيد الأوضاع تعقيدا، وبالتالي أرى أن الحكومة أو أرى أن الجانبان يجب عليهما أن يتوافقا أو أن يجلسا إلى التفاوض لحل هذه الأزمة التي تعاني منها البلاد. وأفتكر أنه هو الحل الراجح لابد من الجلوس للتفاوض حول يعني هذه القضايا التي ما تزال معقدة في البلاد. نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد شناوي.